تمام. مساء الخير على كل متابعي جورنال الوطن، معاكم محمود الأمين من داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية، ومعانا الدكتور جاد القاضي هيكلمنا عن الصاروخ اللي ضل مساره أو خارج السيطرة، الصاروخ الصيني اللي بيشغل العالم كله منذ 3 أيام. دكتور جاد، أهلا بحضرتك. اهلا بيك وبمشاهدي موقع جريدة الوطن. اهلا بيك. أهلا بحضرتك يا دكتور. يا دكتور، في كلام إن الصاروخ هيعدي النهاردة بمصر، بسماء مصر، إيه حقيقة التقارير دي؟ أو اولا بس خلينا نوضح عدة حقائق للمواطنين والجمهور بشكل عام. هو الصاروخ فقد السيطرة عليه من يوم الخميس الماضي، يعني دخلنا في اسبوع الوقتي. عندنا المعهد وزي ما حضرتك شايف على الخريطة، كمعهد متخصص في هذا المجال عندنا أكتر من موقع بنراقب بيه الأقمار الصناعية والصواريخ. يمكن موقع زي دوت هنا السي زد 5 بي اللي هو الصاروخ بتاعنا، لكن حضرتك تخيل السماء فيها قد إيه من أقمار و يعني أجسام فضائية. الهدف من المتابعة دي أولا متابعة كل قمر صناعي موجود في الفضاء وعملية التحكم فيه ونقل بياناته. ثانيا، وده الجزء الأهم، الحطام الفضائي زي الصاروخ بتاعنا. الصاروخ ده مصنف دلوقتي إنه حطام فضائي. مشكلة الصاروخ إن بعد ما أطلق في الفضاء الجانب الصيني فقد السيطرة عليه، وبالتالي هو أصبح كحطام. حجمه الكبير نسبيا، هو طوله 30 متر وحمولته 21 طن، فهو كبير جدا. هو حاليا بيسبح في الفضاء في مدار زي ما الخريطة بتبينه ده هوت. المدار ده بيمشي فيه أو بيسبح فيه بالقصور الذاتي. بنأمل إن هو على زي ما احنا وكل المواقع المتخصصة بتتابع إنه على يوم 9 مايو متوقع إنه يقترب من الغلاف الجوي، بفعل الجاذبية يخترق الغلاف الجوي. مع اقترابه من الغلاف الجوي للأرض في أمل كبير إن يستعاد السيطرة عليه. لو الجانب الصيني استعاد السيطرة عليه يبقى ده حاجة يعني هيحمي البشرية من مخاطر كبيرة كلتنا يعني قلقان منها وهنتنفس أعضاء. طب لا قدر الله ما حصلش الموضوع ده، عندنا أكتر من احتمال تانيين. الاحتمال الرئيسي الكبير إن مع اختراقه للغلاف الجوي للأرض واختلاف درجات الحرارة العالية هيتحطم وهيبقى شظايا صغيرة، باستثناء أجزاء منه هتكون كبيرة نسبيا. الأجزاء دي لو سقطت على المسطحات المائية فمفيش مشاكل، لو لا قدر الله سقط على أي مكان مأهول بالسكان هي دي هتبقى المشكلة وهيحصل هيسبب دمار. بالمناسبة الصاروخ الصيني ده مش أول حادثة، من شهرين تقريبا كان في برضه شركة سبيس إكس الأمريكية عندها قمر صناعي من صاروخ من ماركة فالكون، برضه فقدوا السيطرة عليه وسقط في المحيط الهادي بدون يعني بروباجندا ولا يعني الحرب اللي احنا شايفينها على الفيس. انا مش بدافع على الصينيين ولا اي حد، لا، دي حوادث كومون بتحصل في برامج الفضاء. يا دكتور، كلمنا كده عن التقارير او مدى احقية التقارير دي ان هي فعلا الصاروخ بيعدي بسماء مصر، يعني النهارده كانوا بيقولوا ان هو هيعدي النهارده بالليل بالتوقيت بالظبط الساعة 11 وهياخد ب3 دقائق لا، فوق الكلام مصر. ده، الكلام ده جزء كبير منه مش صحيح. والمعلومه اللي احنا صرحت بيها امبارح، هو القمر لما بيعدي، ويمكن واضح هنا هوت على الخريطه هوت الصاروخ اقصد، المدار بتاعه بالسرعه العاليه اللي هو بيمر بيها هو بيمر دوره كامله حوالين الارض في 90 دقيقه، يعني في اليوم الكامل 24 ساعه بيمر 16 دوره حوالين الارض. من ال 16 دوره دول مره فيهم بيمر فوق الاجواء المصريه على ارتفاع بيتراوح من 160 ل 360 كيلو. اذا ما هوش فوق العماره اللي على الناصيه بتاعتنا ولا حاجه، وزي ما ناس كتير على مواقع ده كان فوق مدينه سوهاج ومش عارف مدينه ديروت، الكلام ده اساسا ملوش اساس من الصحه. وعلشان كمان السرعه العاليه اللي هو ماشي بيها فهو فعلا بيقطع السماء المصريه او فوق الاجواء المصريه في مده بتتراوح من 3 دقائق ل 3 دقائق ونص. يعني واحد بيتكلم او بيشرب كوبايه ميه ما بيلحقش، تمام.
فطبعا القصة دي حتى الآن مع الارتفاع دوت مفيش أي مخاطر تهدد لا مصر ولا أي مكان على سطح الأرض. زي ما قلت لحضرتك مع اقترابه من الغلاف الجوي هنا مرحلة الخطورة. في حالة لا قدر الله يعني فقد السيطرة واخترق الغلاف الجوي، مدى خطورته على الأراضي المصرية بقى يعني، أو بنسبة كام؟ احنا هنا زي ما حضرتك شايف كده التوقع بمسار الصاروخ ده مدة ما بتزيدش عن 6 ساعات عشان السرعة الكبيرة بتاعته، اكتر من كده ما نقدرش هيروح فين. فلو اخترق الغلاف الجوي اذا في مدة في خلال 2 3 ساعات هنكون عارفين المسار اللي هينزل فيه. وبالتالي في كلام كتير برضو اتقال، هل وارد ان القوات الجوية لأي من الدول تتعامل معاه ويبقى فيه صواريخ تضرب الحطام او طبعا الكلام ده كتير منه مش صحيح. لا طبعا الشظايا اللي هتطلع كلها حاجات اجزاء صغيره صعب جدا التعامل معاها، وبعدين التعامل معاها بأني منطق يعني، اجزاء حديديه هتضربها ازاي هتصطادها ازاي يعني. طبعا انا كلام ما اقدرش اعلق عليه لانه مش متخصص في انظمه الدفاع الجوي او الحاجات دي، لكن انا شايف انه بعيد عن اي محتوى علمي يخص علوم الفضاء او الفلك. في احتمالات ان هو هينزل يوم 9 مايو. التوقعات والحسابات اللي بتتم حاليا او المحاكاه للمدار اللي هو ماشي فيه انه مع يوم الاحد 9 مايو متوقع انه يقترب من الغلاف الجوي الارض، وبالتالي جاذبيه الارض تجذبه ليه. لكن في خلال اليوم اللي جاي وبعده والسرعه والمدار اللي هو ماشي فيه الامور هتبقى شكلها ايه؟ ده اللي احنا لسه بنتابعه عن كثب. كان حضرتك شايف على الشاشة كل البيانات الخاصة بالصاروخ، الارتفاعات بتاعته، الموقع بتاعه، السرعة اللي ماشي بيها، زاوية دورانه في الاوربت في المدار، كل البيانات دي موجودة واللي بنى عليها برامج المحاكاة او السيميوليشن شغالة على البيانات دي. حضرتك تقييمك للموقف كله ككل بقى، حضرتك كمتخصص. الموضوع زي ما قلت حضرتك حادثه بتحصل بشكل متكرر مع كل برامج الفضاء. احنا من فتره من كام سنه فقدنا السيطره على احد الاقمار الصناعيه المصريه، وحتى الان هو مفقود في الفضاء لا وقع ولا حد عثر عليه. فكتير من الـ الاجسام الفضائيه سواء اقمار صناعيه او صواريخ او اللي بنسميها حطام فضائي، وعندنا يعني يمكن في صور للحطام الفضائي المكان زحمه زي مثلا ميدان التحرير. يمكن لما وريت لحضرتك الخريطه اللي فاتت ده الاقمار الصناعيه العامله، ما بالك بالحطام. تمام، شوف كم الزحمه في الفضاء ده، طبعا مش فوق مصر ولا اجواء مصريه، لكن في الفضاء بشكل عام في اقمار اهيت، في حاجه هيمر بالاجواء المصريه، كل ليه المدار بتاعه والشركات والجهات او الهيئات اللي بتقوم برصده ومتابعه بياناته والتحكم فيه. طبعا كل القصه دي في يعني قانون خاص للفضاء عالميا بحيث يتم تحكم في القصه دي، هذا والا هتلاقي جهه مطلعه قمر صناعي بيدخل او يصطدم بقمر صناعي تاني وبقت العمليه يعني فوضى. ده اكيد. نخرج من موضوع الصاروخ خارج السيطره، عايزين نستفسر من حضرتك عن استطلاع هلال شهر شوال يوم الثلاث الجاي. ان شاء الله كل سنه وحضراتكم طيبين. فلكيا وطبقا للحسابات الفلكيه اللي بيقوم بها المعهد هو رمضان هذا العام كامل ان شاء الله، وهيكون في استطلاع لهلال شهر شوال يوم الثلاث، وحساباتنا الفلكيه بتقول انه مش هيتولد، وبالتالي الشهر هيكون كامل، وغره شهر شوال هتكون يوم الخميس 13 مايو ان شاء الله. ان شاء الله. لكن طبعا القرار النهائي بعد لجان استطلاع الهلال، لجان مشتركه مع معهد ودار الافتاء، وفي غرفه عمليات مركزيه برئاسه فضيله المفتي بيعلن عن نتائج الرؤيه وبدايه الشهر الجديد. كل سنه وحضرتك طيب. كل عام وحضراتكم جميعا بخير. نورتنا يا دكتور جاد. وبكده نكون وصلنا لنهايه البث. كنت معاكم انا محمود الامين من داخل المعهد القومي للبحوث الفلكيه. استنونا في متابعات جايه عن الصاروخ خارج السيطره الصيني. شكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا.